أعزائنا مشاهدين قناة الطريق، احنا دلوقتي في تايوان. النار اللي حضراتكم شايفينها دي، النار اللي حضراتكم شايفينها دي من آخر نقطة في تايوان، آخر نقطة في تايوان. نار حقيقية، لو تلاحظوا حضراتكم هي نار طلعة طبيعية جدا من قلب آخر نقطة في تايوان. آخر نقطة في تايوان يعني الساوث بتاع تايوان أو جنوب تايوان. احنا دلوقتي في رحلة، وبشوف حضراتكم في القواعد العسكرية اللي في تايوان في الآخر، وادي الحراسة اللي موجودة زي ما كنت من قيمة 3 سنين في جنوب أفريقيا. دلوقتي أنا في آخر نقطة، بس الغريب إنه دي نار طالعة من الأرض ليل نهار زي كده، عمرها ما اتطفت. النار دي طالعة طول حياتها، من أول ما الأرض اتخلقت لغاية النهاردة حاطين النار ديت موجودة. النار ديت زي ما هي كده. أنا حبيت بس أوصل اللحظة ديت عشان عارف إن ناس كتيرة مش هتقدر تيجي تايوان، لكن احنا بنقول لكم وانتوا قاعدين في البيت اهوت انه النار دي طالعة طبيعية قوي 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 من قلب الارض في جنوب تايوان. لو تلاحظوا، بصوا حضراتكم النار طالعة ازاي اهي، معرفش واضحة ولا لأ، بس حابب ان انا اوثق لكم اللحظة. الثلاث بؤر باينين قوي قوي، لا أربعة بؤر اهو، شايفين حضراتكم؟ نار حقيقية طالعة اهو، حتى انا شامم ريحة كده معينة غريبة، بس زي ما بيقولوا حاجة طالعة كأنه غاز طبيعي، كأنه غاز طبيعي طالع. أربع نقط أهم في جنوب تايوان، ودي الناس اللي موجودين معانا. هاي هللويا، سي هللويا، تايوان، تايوان فور جيسس، 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 سي هاي، سي شكرا. شكرا شكرا يا يسوع، شكرا شكرا يسوع، شكرا يسوع يا فور ذا عرب بيبل. هللويا، هنا اهو بنكلمكم اهوت من قلب تايوان، من جنوب تايوان. وادي ثلاث نقط او اربع نقط طالعين نار غريبه جدا جدا، يعني منظر غريب قوي قوي. حبيت اوثق لكم بس اللي بيحصل، واحنا بنصلي للارض. وشوفنا طبعا المنظر ده. لسه بقيت الرحله هنروح على اخر نقطه خالص في جنوب تايوان ونرفع اعلام المسيح. هللويا.